هذا هو الفرق ما بين انك تفلح فلاحه كبيره مثلا البصله بطاطا اللي تيكون صايرهم غلاد ولا شي انواع اخرى، ومقارنه مع هاد اللافت خيزو ولا الفجال صبور معدنوس لقامه، المهم شي حوايج اللي هما ولا الباربه الخص، يعني هادو كيكون الزراعه ديالهم كتكون واحد، يعني ما كيكونش فيهم واحد الصاير ديال الفجل، راه كيبقى على حسب يعني التربه كيفاش دايره وعلى حسب العوامل المناخيه ديال المنطقه، وكذلك على حسب يعني الجهات ديال السلام عليكم. اهلا وسهلا الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحتكم مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال كما كتشوفوا معنا ان شاء الله. وبتاريخ اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله بخصوص الزراعه ديال الفجل. اول حاجه اللي غادي نقولها لكم، يعني بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا الكميه اللي كيرفدها قطار ديال الفجل، يعني قطار ديال الفجل غادي يمكن يهز لك من كيلو ونص حتى 3 كيلو ديال الزريعه، على حسب يعني الزريعه اللي غزرع انت، واش غادي تزرع يعني بزراعه عصريه اولا زراعه تقليديه، واش غزرع بالساقيه كي بحال هذا كما كتشوف معنا، هذا مزروع بالحوض يعني بالساقيه، يعني غادي يرفد لك يعني هنا بحال تقريبا الى زرعتي بهذه الطريقه هذه غيرفد لك واحد الكيلو ونص ديال الزريعه. زرعتي بالماكينه يعني بالزراعه العصريه راه غادي يرفد لك حتى 3 كيلو ديال الزريعه، 2 كيلو ونص، المهم على حسب واش تتقوي واش تخفف، لان كل واحد وكيفاش تكون الطريقه ديال الزراعه ديالو وعلى حسب نوعيه البذور. اما بالنسبه للانتاج اخوتي، الانتاج ديال الفجل راه كيبقى على حسب يعني التربه كيفاش دايره وعلى حسب العوامل المناخيه ديال المنطقه، وكذلك على حسب يعني الجهات ديال الفلاح، وكل شيء تسخير من الله سبحانه وتعالى. الانسان كيدير الاسباب وكيقابل ويراقب الفلاحه ديالو، يعني والسقي المنتظم، يعني يكون السقي المنتظم، يعني منين زرع خصك تسقي وتسقي بانتظام، يعني ما تعطيش الماء بزاف وما تنقصش الماء، يعني تمشي هو هذاك. حاجه وحده ان هاد النوع ديال الزراعه عندك، هاد النوع هذا ديال الفجل يعني ما كيبغيش بزاف ديال ما فيهش الدواء، يعني كيكون فيه واحد الاغلبيه كيكون فيه حوايج طبيعيه. بحال اش نقول لكم اخوتي، هاد الفجل شنو كدير له؟ هاد الفجل كتزرعو كتسقيه من بعد الزراعه، كتشتت كتولد تحرات كتصاوبو كتغطي يعني كما تنقولو بالراطو ولا بالمدرة، من بعد كتسقيه، من كتسقيه كينبت. عندو حوايج، جوج حوايج اللي كدير له، انك اما كتنقي الربيع واما يعني على حساب ولا تداويه على حساب الدود، هادشي اللي كيدير. انا شي دواء اخر ما كيديرلوش دواء اخر، يعني ما كيداو حتى شي حاجه، كيبقى هكا كي. هانتوما كيما كتقرب خويا هنايا نوريو المتتبعين، هانتوما هو الفجل مازال صغير، ما بغيناش نحيدو هادي. هانتوما خوتي، هذا هو الفجل كيما كيسميوهم في اللغه الفرنسيه لي غادي غوج، ها هما. هانتوما خوتي، ها هو الفجل، هانتوما كيما كتشوفوه. زيد اخويا معايا هنايا الله يخليك. هانتوما خوتي، المهم هانتوما يعني الفجل هو هذا. وزيد معايا لهنايا باش نوريكم ان شاء الله اخوتي، غتشوفوا يعني على حسب الزراعه. وبالنسبه للوقت فوقاش كيوجد، يعني الوقت فوقاش كيوجد الفجل، المده ديالو الى زرعتيه يعني في الوقت في الحال سخون راه دغيا تيوجد، ما كيتعداش 40 يوم تيوجد. زرعتيه في الحال بارد راه كيوصل حتى لشهرين عاد تيوجد. هذا هو اللي كاين، يعني هنا فين كاين الفرق. الى زرعتيه في الحال سخون راه دغيا كيشبر دغيا كيطلع، زرعتي في الحال بارد راه كيتعطل شويه. اما هو بالنسبه للصاير، راه الصاير ما فيهش يعني ما فيهش صاير بزاف. بالنسبه للانواع، الانواع كاين كثيره ومتعدده، كاين اللي كيزرع البلدي، كاين اللي كيزرع الرومي، على حسب يعني الاختلاف ديال الفلاح، كل واحد وشنو كيدير، كل واحد وشنو كيفضل يزرع، كيبقى اختيار ديال الفلاح. وكذلك كاين الناس اللي كيختاروا يعني احسن نوع، هو الانسان اللي كيجرب، يعني كيزرع واحد النوع وكيصدق كيولي كل مره كيزرع. ها انتم اخوتي، وهذا كما كتشوفوا معنا هذا اللفت، ها هو اللفت اللي غادي يبلو. ها انتم، ها هو اللفت دابا، هذا راه على خروف، يعني راه تقريبا واجد هذا. ها انتم حتى هذا راه نفس البلان اللي شفتوا في الفجل، راه بحال يعني الزراعه ديال الفجل، والزراعه ديال اللفت راه بحال ما كاينش فرق، نفس الزراعه، نفس العدد ديال البذور، بحال كلشي بحال اللفت بحال الفجل، ما كاينش مشكل. ها انتم اخوتي، ها هو قرب لهنا، ها انتم اخوتي، ها انتم
هانت هانتوما ها يعني زرع الاخلط ان شاء الله وغادي يوجد. وانتوما كيما كتشوفوا بالنسبه ل يعني الجميع الفلاحه الصغيره كما كنسميوها حنايا هنا في المنطقه، يعني الحاجه اللي ما شنو هي الفلاحه الصغيره او الزراعه يعني الصغرى هي اللي ما فيهاش صاير بزاف، يعني القطار كيتقام بواحد التكلفه قليله. هذا هو علاش الناس اغلبيه الناس كيمشيو لهاد الانواع هذه، فيهم واحد البركه الحمد لله، يعني بركه اللي هي ما بيهاش ولكن ما كيفهم الصاير كثير، يعني لا قدر الله وجا السوق مدعدع ما كتضيعش. هذا هو الفرق ما بين انك تفلح فلاحه كبيره مثلا بصله بطاطا اللي تيكون صايرهم غلاد او لا شي انواع اخرى، ومقارنه مع هاد الفتخيزو ولا الفجال صبار ما دنوس لقامه، المهم شي حوايج اللي هما الباربا الخص، يعني هادو كيكون الزراعه ديالهم كتكون واحد يعني ما كيكونش فيهم واحد الصاير كثير. وانتم كما كتشوفوا اخوتي، المهم اخوتي يعني نتمنى هاد المعلومات يعني تستافدوا منها، واش نقول لكم اللي بغى شي معلومات اخرى فمرحبا والف مرحبا، وكنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، وما تنساوش دائما اخوتي تشجعونا بالاشتراك في القناه ودعمونا بشي كومونتير زوين وشبارطاجيو الفيديو باش يعمل فائده للجميع، وتحياتي لجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.